بخبرية على الماشي لليوم، خلينا نشوف. نجوى كرم برسالة لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نعش السم. ككل سنة بتاريخ 26 حزيران يونيو بتصادف الذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فنشر الشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بهالمناسبة على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب الرسالة الإنسانية التوجيهية اللي كانت وجهتها العام المنصرم إلى جميع المواطنين لحماية أنفسهم من آفة المخدرات القاتلة، وبثتها معظم التلفزيونات المحلية والخارجية، وتداول الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الرسالة الإنسانية اللي بتحمل توقيعها وصوتها واللي حملت عنوان نعش السم، المرفقة بفيديو كليب مصور بيشرح المخاطر اللي بمر فيها كل شخص خلال تعاطي المخدرات. وكلمات الرسالة بتقول: يلي عم تتعاطى السم تنسم دماغك وتطير، إيمانك بيشيل الهم مش كذبة هيك مشاوير، اللي شو اللي جابرك منعش السم ناطرك تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير، سكر باب المضافة بوجه اللي بده يغريك وما تخلي الفكر الصافي يتغر بغبرة ضرك، عود تجلى وناجي الله تتخلق وتموت كبير، وقلي شو اللي جابرك منعش السم ناطرك تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكير. خلص، خلصت الخبرية.